السلام عليكم أصدقائي. لاحظت برج الهي ولاحظت سيد علي، هذا واحد من أشهر الأمثال العراقية اللي تداولت بين الناس وانتشرت بشكل مو طبيعي. اليوم راح أسألف لكم شنو قصة هذا المثل وشلون صار وشلون انتشر بين الناس. لكن قبل ما نبدأ لا تنسى وتشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، ويلا نبدأ. هذا المثل يا أصدقائي ينضرب للشخص اللي عنده شيء زين، خلي نقول، لكن يطمع بشيء أحسن من يمه وأفضل من يمه، فيترك هذا الشيء اللي عنده ويروح الشيء ثاني أفضل من يمه، ولكن لا يحصل الأول ولا يحصل الثاني. أما قصة المثل، يحكى أن امرأة حسناء ذات جمال وطهر وعفاف تزوجها رجل فقير وقليل الرزق، ولكنه كان ذا ود لزوجته، يعني كان يحب زوجته ويعاملها معاملة جدا جيدة ودائما يسعى لراحتها وسعادتها. وبعد مرور سنوات من زواجهم انزعجت هاي المرأة الحسناء من حالة الفقر اللي يعيشونه، وملت من عشرة هذا الزوج الفقير، فراحت تفتش عن فتاح فال مثل ما يقولون حتى يكشف لها وتعرف شنو وضعها ووضع زوجها بالمستقبل. وبعض النساء دلنها على شخص مشهور بقراءة الفال اسمه سيد علي. فلما راحت هاي المرأة الجميلة والحسنة لسيد علي، سيد علي لما شافها انبهر بجمالها وحسنها، فزاغت عينه وقرر أن يستحوذ عليها نفسه. فبدأ يسوي لها هاي التعاويذ والطلاسم وهاي الأمور، وقال لها انت وزوجك ما راح تتراهمون ابد، ولازم تنفصلين عنه وتطلبين الطلاق من يمه. النوب سيد علي لمح لها انه انا مستعد اتزوجك اذا تركتي زوجك. فراحت هاي المرأة الحسناء لزوجها وطلبت من يمها الطلاق، وبالفعل طلقها مرغما، لان هو كان يحبها فما راد يخسرها، ولكن هي اصرت على هذا الشيء فطلقها. فرجعت بعدها السيد علي وطلبت من يمه ان ينفذ بوعده ويتزوجها. فهنانا يا اصدقائي سيد علي اختلف عليها وقام يماطل وما عرف شو يسوي شو يقلها، فعرفت انه هذا الشخص كذب عليها وخدعها. فرجعت بعدها زوجها حتى يرجعها مره ثانيه، لكن زوجها كانت نفسها ابيه ورفض هذا الشيء. بعدها رجعت لامها باكيه حزينه، فلا قدرت تتزوج سيد علي ولا رجعت الزوج الحقيقي. فلما عرفت الناس بهاي الحادثه اطلقوا هذا المثل، لاحظت برجلها ولا خبت سيد علي. لهنا أنا يا أصدقائي وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. لا تبخلوا علي باللايك والاشتراك بالقناة وتنشروا هاي الحلقة بين أصدقائكم. أخوكم عبد الخالق، سلام.